أولا قبل الإجابة على هذا السؤال طبعا تفضل أريد أن أعرف ولو بشكل موجز ببنك البركة الجزائري. نعم تفضل. بنك البركة الجزائري يعد أعرق بنك خاص وهو البنك الذي أدخل أولا العمليات المصرفية الإسلامية في الساحة، وله وينتمي إلى مجموعة البركة المصرفية، إحدى أكبر المجموعات المالية من حيث التوسع الجغرافي في العالم، التي تشتغل في الصناعة المالية الإسلامية. وكذلك له مساهم هو بنك الفلاحة والتنمية الريفية، يعني البدر. ومنذ إنشائه سنة 1991 هو أنشئ كبنك يشتغل بمبادئ الصرافة الإسلامية خالصة، يعني ماهيش عنده بنك كلاسيكي ثم يمشي يفتح نافذة إسلامية، لا، هو بنك كل عملياته موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية. نعم. للإجابة على السؤال اللي تفضلتم به، احنا بنك البركة الجزائري رانا نشتغلوا في التمويل العقاري منذ أكثر من 12 سنة. نعم. وبطريقة أكيد موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، والمنتوجات تاعنا تتوجه إلى كل الأفراد والأشخاص الماديين. نعم. المتواجدين في الجزائر أو حتى المتواجدين في الخارج، الجزائريين، يعني الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج، اللي عندهم دخل ثابت ومستقر يمكنهم الحصول على هذا التمويل. نعم. ونستعمل كلمة تمويل عقاري عوض القرض، أنا لأن القرض لا يكون إلا حسنا عندنا. فبالتالي قمنا بتمويل عدد كبير من من الزبائن في هذا المجال، وكل حسب حاجياته وكل خاصة حسب مداخله. نعم. فهو مفتوح لكل الجزائريين أو المتواجدين في الجزائر أو خارج الجزائر، وعندهم دخل ثابت ومستقر، وهذا الدخل يبتدئ من 40 ألف دينار جزائري فما فوق. طيب.